اهلا بيكم. قراءة النهاردة: مين الشخص اللي فكر فيكم اول ما صحي من النوم، وليه الشخص ده فكر فيكم؟ الحروف اللي هتكون على الشاشة هي حروف اسمكم انتوا، ما تحطوش النية على شخص عشان احنا عايزين في القراءة دي نشوف هو مين الشخص اللي فكر فيكم. هو انتوا شكلكم حاسين حاسين بالشخص اللي كان بيفكر فيكم اول ما صحي من النوم. هو انتوا هنا متربصين شوية او زي منتظرين حاجة، ممكن تكونوا منتظرين الشخص ده يكلمكم يتواصل معاكم. جايز لمجموعة منكم تكونوا حاسين ان هو مدين ليكم باعتذار او حاجة، او على الاقل يقولك صباح الخير. يعني انت قاعد مستني ان الشخص ده يكلمك او يتواصل معاك. هو ده طاقة توأم روح، وللبعض منكم ممكن كمان يكون توأم شعلة، وفي تواصل روحي قوي قوي ما بينك وما بين الشخص ده. هو ممكن يكون عقرب او قوس او برجه هوائي. بيبقى في بينكم تخاطر على فكرة، يعني انت والشخص ده بتقدروا تحسوا بطاقة بعض وبأفكار بعض، وزي انت ممكن تكون اوقات بتفكر فيه هو كمان بيكون في نفس الوقت بيفكر فيك، او تفكر فيه تلاقيه يكلمك على يعني يكلمك او بعت لك رسالة. طيب هو ليه فكر فيكو؟ هو غلطان معاكو او غلط في حقكو، او مدين ليك باعتذار، او جايز قصر معاكو شوية. وممكن برضو لو الشخص ده مش مزعلكو، جايز يكون عاوز يحكي لكو عن حاجة مضايقاه، او عن موقف مش كويس حصل معاه، وانتوا الاشخاص اللي ممكن يعني تفهموه او تسمعوه او تحسوا بايه اللي بيحصل معاه. لو فرضا ان انت طرف تالت في العلاقة دي، يعني الشخص ده مثلا في حد في حياته انت اللي دخلت بعد كده، فممكن يكون عاوز يكلمك يقولك على مشاكل بينه وبين الشريك، او ان هو مش مبسوط في حياته، ويبقى في كلام وتواصل ما بينكو. وطاقة الشخص ده ليكو برغم ان فيها تواصل عاطفي وفيها شغف جسدي، بس بيتعامل معاك على انه العلاقة دي ممكن شوية واخدة طابع الطابع المادي او الطابع العملي، او كأنكوا اصدقاء او كأنكوا زملاء في الشغل، اكتر من انها تكون علاقة عاطفية او رومانسية. بس المشاعر العاطفية والرومانسية والشغف موجود في طاقة العلاقة. بس جايز بسبب انها لمجموعة هي طاقة ثلاثية، فعلشان كده الشخص ده زي واخد جنب شوية من ناحية انه يعني ينطق في مشاعره او في احساسه وشغفه تجاهك. محتاجين الفترة دي ان انتوا تهتموا اكتر بجمالكم بجسدكم، وان انتوا تشربوا قدر كافي من المية، وان جسدكم يكون واخد الترطيب المناسب ليه. البنات بقى ممكن تروح تعمل يعني عناية بالشعر او بالبشرة او بالاظافر او الحاجات دي، او تروحوا تاخدوا جلسة مساج او ساونا، يعني المناسب ليكوا، او حتى في البيت ممكن تحطوا مانيكير او حاجات زي كده. شكرا ليكوا، واشوفكوا على خير فيديوهات تانية. متنسوش تشتركوا في القناة لو انتوا على اليوتيوب، او اعملوا اكسبلور لو انتوا على التيك توك. متنسوش تابعوني. باي باي.